تشوندر أو الشمندر، تختلف الأسامي بين شخص وآخر، لكن هو دائما هو يعني محصول شتوي، دائما بالشتاء انه هو نشوفه متواجد بالاسواق وايضا ناكله بالشتاء. لكن مو كل الناس اليوم تحب الشوندر بسبب طعمه بسبب لونه تختلف، لكن هو بالتالي هو به فوائد جدا عظيمه. اول فوائد الى انه هو يزيد الدم وايضا يقضي على الفقر الدم، وايضا يزود الجسم بالألياف مما يساعد على الشعور بالشبع. إذا هنا مهم لأصحاب الدايت إنه ممكن يأكلوا في سبيل إنهم يحسون بالشبع، وأيضا يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالإضافة إلى هذا تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين واللوتين، تقرر خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، وأيضا يعني يساعد بخفض ضغط الدم المرتفع من خلال تزويد الجسم بالبوتاسيوم. بصراحة الشوندر فاكهة بعرف خضار، لكن هو جدا مهم حتى ان هو يزيد الدم وايضا يكون صحي للبشرة. وبالاضافة الى كل هاي الفوائد اللي ذكرتها، هو مفيد للشعر ويعطي رونق للجسم وللبشرة. حتى انا بصراحة قبل فترة قرأت على احد مواقع التواصل الاجتماعي هو مفيد لبعض يعني الطائر انه او مثلا الطيور اللي موجوده داخل البيت، طيور الزينه هي مفيده لهم، تساعد من يعني تساعدهم ان هم على التبويض وايضا على زياده الدم.